فيما يتعلق بالمستوى الخاص، ألا وهو مستوى الظروف المأساوية التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة. فإن الضوابط التي حددها السيد رئيس الجمهورية والتي رافعت ولا تزال ترافع من أجلها الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن، فهي تتمثل كذلك في أولويات بذات الدرجة من الأهمية وبذات المنزلة في سلم الأولويات. أولا، العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة. ثانيا، توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة. ثالثا، وضع حد للمعوقات والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة. رابعا، التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة. خامسا، تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية. سادسا وأخيرا، عدم القبول بتجزئة معالجة العدوان الإسرائيلي على غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية. وهنا أود التأكيد على قناعتنا الراسخة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع الحوكمة الانتقالية لغزة لن يكتب له النجاح إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة